الراجل اللي معايا بيقولوا لي ان احنا النهارده عددنا معقول يعني يعني في فراغات في الميدان، بس هو احنا ولو حتى انا واقف لوحدي او خمسه واقفين لوحدهم في الشارع لما ينزلوا ويقولوا ان في حاجه مش عاجبانا، المفروض ان العدد ده مهما كان ما يتقابلش بضرب زي ما اتقابل المره اللي فاتت في الميدان. هي دي النقطه، احنا من حقنا ان احنا نعبر عن راينا لما ننزل نقول ان الدستور معيب، لما ننزل نقول ان الدستور انه مفيش عداله اجتماعيه، مفيش وحده وطنيه، لما ننزل حد ويقول ان انا معترض على السياسه بتاعت الرئيس مرسي وانه قال انه انا هحقق حاجات في 100 يوم وما حاجات ما اتحققتش، لما حد ينزل يقول كده ده من حقه لانه انا قلتها وهعيدها. الرئيس مرسي والحكومه والقضاء والجيش دول، ولما يجي مجلس الشعب ومجلس الشورى، كل دول في خدمة المواطن اللي هو أنا. لما أنا أقول مش عاجبني يبقى هم يسمعوا ويعرفوا ويحللوا ليه مش عاجبني، ينزلوا لي ويقولوا لي ليه اللي مش عاجبك، وأنا أقول لهم والله اللي أنتوا بتعملوه ده غلط، يرجعوا يصححوه ويصلحوه.